السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله ما فيديو هادي تلقاكم كامله مهنيين ودائما مع المحاجات والحكايات اللي تحبوهم واللي ماذا بكم تسمعوهم قبل ما ترقدوا. حكايتنا اليوم هديه من عند اختي اسمها سميه بك، هي مشتركه وحبيبتنا اللي قدمت لي هديه، وانا بالنسبه لي هذه هديه من اجمل الهدايا. قصة جميلة جدا، من القصص اللي يعجبوني بزاف بزاف، فيهم عبرة وفيهم يعني من هاد الحكاية يجي واحد المثل اللي يحثنا على الصبر. قال لك يحكيه في قديم الزمان، كان واحد إنسان حطاب وكاين عنده يعني بنيته واحدة عايش معاها، وهذيك البنيته كانت يعني الجمال ديالها الجمال الفتان، كانت شابة بزاف. أما لاتي كانوا عايشين مهنيين، يجي واحد النهار هذيك البنيتة تسمع صوت تاع واحد الراجل يقول يا اللي يشري الهم بالدقيق، يا اللي يشري الهم بالدقيق، يا اللي يشري الهم بالدقيق. راح تجري مسكينة ورفدت حفنة تاع دقيق وراح تجري. أما لاتي كمدلها بيضة قالها هاكي وتهلاي فيها، قالها كل ما تكبر البيضة بدليلها برك الماعون. قالت له صحة وراحت تدت البيضة للدار، وهكا كان الحال وبدات تتهلا في هذيك البيضة. كانت كل ما تكبر البيضة كل ما تبدلها الماعون، كل ما تكبر تبدلها الماعون، حتى ولات هذيك البيضة كبيرة. وجا نهار لي فقست هذيك البيضة، بصح قولوا واش خرج منها؟ خرج منها واحد التعبان كبير. وأول حاجة قالها البنيتة قالها راني جيعان. راحت كم هذيك يعني البيضة كبرتها و اللي رباتها هي، راحت تجري جابت له كبش الغنم تاع باباها اكله. هو غير يجوع غدوه من داك يقول ها راني جيعان، تزيد كيف كيف تمدلو يعني من الغنم تاع باباها حتى كملت كامله الغنم. باك زاد دارت للدجاج، ومن الدجاج زاد دارت للقنين، المهم حاجه ما قعدت. اما لو ولا كي جوع خلاص يدور على العباد ولا ياكل الناس. حتى جا واحد النهار دار على باباها وكلاه، خلاص خافت رهبت هربت منه. وهي تجري هكذاك حتى لقات واحد الانسان يبيع الغرايف. قالت له ولا معليش يعني تخبيني عندك، نعود نبات عندك. قالت له وانا نعود نعجن لك العجينه كل صباح. قالها خلاص تعجني. قالت له نعجن. هكا كان الحال، ولات يعني مخبيه عنده كل صباح تصبحها العجينه، وقعدت ايامات على هذا الحال. حتى واحد النهار وهي خدامه وتعجن يتشقق الحيط ويخرج لها هذاك التعبان، ويبدا يكسر في كلش، خلط لها هذاك العجين رماه لها كسر لها كلش. مسكينه وش نقولكم حالتها لا حاله. جا مول المحل قال المحل ديالو كامله هكذا كزعف. قالها واش درتي لي انت انسانه تاع مشاكل، وحاوزها. أما لاتيك هذيك المغبونة وش نقولكم، الدمعة الخد وين تروح وين تبات، خلاص القرية تاعها أهلها ناسها باباها كلش يعني فزدولها، حياتها فزدالها داك التعبان. راحت دمعة سخونة على الخدود وراهي تمشي تجري تشوف مكان يعني يأويها، حتى لحقت لدار السلطان. طبطبت في بابهم فتحوا لها، قالت لهم ولا تسحقوا خدامة تخدم عندكم. شافوها شابة قلت لكم الزين تاعها ملايا، دخلوها وولات خدامة عندهم. الحمد لله فرحت وحست بليك يعني راهي ليك ستاب، راهي مهنية. حتى جا واحد النهار وين يشوفها وليد السلطان، عجباته وطلب يتزوج منها. هكا كان الحال وزوجها له السلطان، وسبع أيام وسبع ليالي، وعاشوا عيشة هانية. وتهنات هذيك يعني الإنسانة بنت القليل بنت الحطاب، ويعني زاد عندها مزيود وزاد ولد، وفرحت يعني فرح السلطان وليد السلطان. إيه يا حسره زاد عندهم وليد. نهار السبوع داروا الحفلات والماكلة وكلوا، وش نقولكم فرحة ما بعدها فرحة. أما لاتيك وهي قاعدة يعني في السرير قدام الصبي تاعها، حتى يتشقق هذاك الحيط ويعاود يخرج لها هذاك التعبان، ويعضلها صبع تاع الطفل ديالها، وهذاك الدم يمسح لها بها فمها، يعني يمسح لها فمها بالدم، ومن بعد يزيد يفد هذاك الطفل ويهرب.
واش نقول لكم، هذيك الصرايا تهولت، وراه وليد السلطان، وراه وليد السلطان، الدنيا قاعد تحوس قلبه، الدنيا ما كاين والو. اما لا داروا عليها، قالوا لها كيفاش الدم راه في فمك، ما انت اللي كليتيه. كيما حاولت تفهمهم، كيما جات لهم، والو، غيان افير، انت وزعفوا عليها وهجروها. كيما سيات تفهمهم، ما كاين والو. اما لاتيك يعني فاتوا ليام، وليد السلطان كان يحب مرته على كل حال، سامحها وعاود رجعها، وعاشوا يعني وقت مليح، حتى ان وين تزيد تعاود يعني تحمل وتجيب بنيته. فرحوا كاملاتيك، وداروا الوليمة، وداروا السبوع، وخلاص نسات هي من هذيك الفرحة، نسات الشي اللي صار لها. يعاود يتشقق الحيط ويخرج لهذاك التعبان، ويعاود يزيد يعض الصبع تاع البنيتة، ويزيد يدير لها لا ميم شوز، يطلص لها فمها بالدم، ويدي البنيتة ويروح. هاد المرة السلطان وليد السلطان غضبوا، والغضب ديالهم يعني ما كاش يعني لا رجوع. قالوا لها خلاص انت يا اللي تاكلي ولادك، انت يا ما قعدتش، خلاص تلقوها وحوزوها، بصح ما رموهاش للزنقة، خلاوها يعني خدامة تخدم في الكوري حاشاكم تاع البهايم. مسكينة، وش نقولكم، هالكوشي يدير الميت فيه تغسالو. وهذه المخلوقة صار لها كيما هذاك المثل تاعنا، يقول لك يا شاري الهم بالدرهم. شرات الهم هي برك بالدقيق، حنا نقولوا يا شاري الهم بالدرهم. اما لاتيكو هي هكا، كانت واحد العجوزه تماك في الكوري، دايما تشوفها حزينه ودمعتها سخونه على خدها. جا واحد النهار وقعدت تقدم هذيك العجوزه وحكت لها حكايتها، تعجبت هذيك العجوزه واستغلتها مليح. اما لاتيك جا نهار لي السلطان رايح للحج لمكه، وهذيك الفرحه تاع يعني نمر واحد ديالو منا دار على كامله يعني تاع القصر، وقال لهم واش نجيب لكم من مكه. حتى هذيك يعني الكنة تاعو اللي كانت كنة زمان تفكرها، وقال معليش مالغري غلطت ودارت حاجات ماشي ملاح، بصح كان واحد النهار كانت يعني مرت وليدي نروح نشوفها كاش ما تحب. اما لاتيك هذيك العجوزة هي غير شافت السلطان جاي لعندها باش يهضر معها، قالت لها شوفي، قالت لها غير يجيك السلطان قولي له يجيب لك حجرة الصبر من مكة. هو جا ليها السلطان قالها قولي لي كاش ما سحقيتي، بست له يدو وبست له راسه، قالت له تعيش جيب لي الحجرة تاع الصبر باش نصبر. ايه سمعها واستغلها، وهكا كان الحال. بعد يعني ما فات شهر من الوقت جا، وهكا كان الحال، جاب لها الحجرة تاعها بيضة، جاب لها حجرة بيضة وعطاها لها، فرحت. اما لاتيك هذيك العجوزة قالت لها شوفي يا بنتي، قالت لها كي تشوفي السلطان جايز بوسي له راسو بوسي له يدو، وقولي له بلي كيجمع لك اهل المدينه كامله في الساحه تاع القصر، وقولي له بلي كاني راح نحكي لهم واحد السر كبير، دبري راسك كيفاش تقنعيه. ايه اما لاتيك هي شافت السلطان واحد النهار جايز، وراح جات ترمات عليه، بس له يدو بس له راسو، قالت له جيتك الجه الله، قالت له اجمع لي اهل كاملتك القصر واهل المدينه في الساحه تاع القصر تاعك، وقول لهم عندي سر كبير لازم نقوله لهم، نقوله لكم. خمم خمم هذاك السلطان وقبل الطلب تاع اللي كانت عروسته، وجمع لها في ساحة القصر في الليل أهل المدينة كاملة تيكو، يعني أولاده الحاشية تاعو كاملة. ملا وش دارت، شعلت كانون بالجمر وقعدت مسكينة تحكي في حكايتها مع التعبان، تحكي وتبكي، شعلت هذيك الجمرة يعني في الكانون وتحكي وتبكي. حكيتهم الحكاية من الأول للآخر، قصتها مع هذاك التعبان، وش دار لها حتى الحق يعني كلالها باباها وزاد كلالها ولادها، حتى كملت الحكاية كاملة مع الآخر. هي كملت وهي رمت هذيك البيضة في هذاك النار، يعني في هذيك يعني في هذاك الكانون، وتمك خرج واحد الدخان، ومن بعد هذاك الدخان ولا كلي واحد الراجل هكذا شبيب، و قالها يا عائشة، باسكو هذيك الطفلة كانت واسمها عائشة، قالها يا عائشة يا بنت الحطاب، انتي ولية، والولية إذا صبرت بيتها عمرت، وأنا هو الهم اللي شريتيه بالدقيق، وانتي حفظتي السر طول هاد المدة. قالها وأنا صح ديت لك باباك
صبرتي، كليت لك بابا، كليت لك اهل المدينه كامله، وزدت كملت لك ولادك. بصح ما تخافيش، هادوك راهم ليك معايا. حكات هذيك المسكينه حكايتها كامله من الاول للاخر، كيفاش يعني شرات يعني هذيك البيضه بالدقيق، وكيفاش يعني كان تعبان وعطات له كاع الغنم تاع باباها. المهم حكات كلش، حتى وين يعني فزد لها حياتها وكلا لها ولادها. هي كملت الحكايه مسكينه وهي تبكي، وهي حكمت هذيك البيضه تاع الصبر ورمتها في هذاك الكانون، وخرج واحد الدخان، وهذاك الدخان خرج معاه واحد يعني واحد الجان هكذا، واحد يعني واحد الراجل كان وسيم شباب، ومعاه زوج دراري لابسين بس شباب مطرز بالذهب. انطق قالها بليك يا عيشة، بسكية كان اسمها عيشة. قال لها يا عيشة يا بنت الحطاب، قال انا هو الهم اللي شريته بالدقيق. قالها وحفظتي هاد السر طول هاد المدة، والولية إذا صبرت بيتها عمرت. يا عيشة واليوم خلصتيني بهذاك الحجر تاع الصبر. أنا راجل مسحور، كنت محبوس داخل البيضة على صيف التعبان، وهادوك ولادك حفظت عليهم وشديتهم لك. مام يعني باباك وأهلك وماليك راهم كاملة بخير، وطلب السماح من زوجها ومن السلطان، وعدهم بليك ما راحش يزيد يبان كاملة في حياتهم. ويعني قال لها بلي كاني نعاود نرجع لك يعني كاملة أهلك ومالك. وفرح الزوج ديالها وفرح السلطان وفرحت. ويعني شوفوا يعني كيفاش الحكاية هذه اللي تحت على الصبر، يعني الحكايات البسيطة تاع ناس زمان، كيفاش قال لك السلطان عاود جاب لها باباها، ويعني فرحت، وهذاك الصبر كامل عوضه لها ربي سبحانه. يعني شوفوا ما أجمل هذه الحكاية اللي تحثنا على الصبر. يعني شوفوا كيفاش الحكاية ببساطة أفكارها كيفاش تورينا باللي أنه دائما الصبر ينال، وصح الصبر ينال، وربي جامي يخيب الصبر ولو بعد حين. هذه يا حبابتي قصة عائشة بنت الحطاب، اللي يعني الحكمة منها المثل اللي يقول لك هي إذا صبرت بيتها عمرت. هذه يا أخواتي بالنسبة للحاجة تاع اليوم، وما قعد لي دركا غير نقول لكم خواتاتي دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.